ماذا يعني لك رئيسة للجمعية وأيضا كوتش ومختصة في التنمية الذاتية؟ يعني ماذا يعني لك حين يكون أحد أبناء الخيرية بهذه الطاقة الإيجابية ويخرج ويفكر بغيره، حتى تلك الأنانية يعني ليست موجودة لديه، ولكن شعر بتلك المعاناة على مدى 18 عام وبغى يعطي الخير وبغى يأخذ دور قيادي؟ يعني من أين تأتي هذه الروح؟ وبالفعل يعني في الخيرية أمثلة كثيرة ربما على هاني. فعلا في المؤسسات بحال اللي كان فيها هاني كاين نماذج كثيرة وبهاد الطاقة وبهاد المهارات، وهذا يعني باش نرجع للسؤال ديالك، هذا يعني بأن هاني أولى الأطفال اللي بحالو تجاوزوا ديك العقدة ديال أنا مثلا يتيم ولا تجاوزوها نهائيا، وبالعكس من غير أنهم تجاوزوا العقدة ديالهم بغاو حتى هما يعاونوا وحدين اخرين ويفكروا فيهم ويزيدوا بهم القدام، يوريهم بان كما قال ماشي لان القضاء فرض عليهم مثلا القدر انهم يكونوا تمايا صافي يسلموا بالامر ويقولوا هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا، بالعكس كاين دائما كاين الامل وكاين هذا، مادام كاين الاراده اذا كاين الامل، كما كيقول المثل الانجليزي if you want you can، اللي كيبغي راه كيقدر يدير شي حاجه. صحيح. وهاني بغى